كرة بيبقى أفضل من المنتخب التونسي لما يمسك كرة وعملها محاربي الصحراء وقدروا يحرزوا الهدف الأول. واحنا في الدقيقة 67 من أحداث المباراة، محمد رفيق عمر رايح يشكر بقى مين؟ رايح يشكر محمد لسات المدير الفني لمنتخب الجزائر اللي اداله الفرصة. نشوف الكرة دي الأول اتلعبت على طول العرضية من أعلى نقطة، طلع على جنب، لا طلع في النص، وتسديدة إيه؟ يا ولد حلوة مفيش كلام، والحلو ما يتقالش عليه وحش من محمد رفيق عمر. ولسه بقول لحضراتكم مع لحظة نزول محمد رفيق عمر إن محمد لسات عنده ميزة. شوف اتلعبت ازاي من عبد الكريم اتعامل لاعب بايرن ميونخ الالماني، شوف اتلعبت ازاي وشوف